المعهد الدولي للصحافة والإعلام اللي تم اليوم الانطلاقة ديال التأسيس ديالو بحضور زملاء يعني من جميع المنابر الإعلامية، لا من الإذاعة الوطنية لا من التلفزيون لا من قيدومين الإعلام في المغرب. وإن شاء الله كان واحد الحفل تكريم لبعض الزملاء القيدومين ديال الصحافة في المغرب، تم التكريم ديالهم اليوم، وإن شاء الله في بداية الموسم الدراسي يعني الأسبوع المقبل غادي إن شاء الله تنطلق الدراسة رسميا بالمعهد الدولي للصحافة والإعلام اللي غيكون في مصطفى المعاني، وكاين الأنكس اللي غيكون إن شاء الله في مدينة فاس وطنجة إن شاء الله بحول الله. وبعد المناسبة هذا كنرحبوا بجميع الطلبة اللي بغاو يلتحقوا بالمعهد، ألف 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 مرحبا. وحنا راه الإشارة والمعهد راه له أطور عليا في الميدان الإعلامي، كنكونوا طلبة مستوى تقني وتقني متخصص، وكذلك طلبة لنيل مستوى الإنجاز المهني في مجال الصحافة والماستر المهني في مجال الصحافة بتعاقد مع جامعات ومعاهد دولية من دولة كندا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وكذا دولة مصر الشقيقة. خيرات في هذا المعهد هذا حسب المستوى التقني، يجب أن يكون عنده مستوى البكالوريا. بالنسبة للتقني والتخصص خص يكون عنده المستوى ديال البكالوريا، حاصل على البكالوريا. بالنسبة للإجازة خص يكون عنده مستوى باك بلس دو أو الدوغ كلاسيك. بالنسبة للماستر خص يكون عنده الإجازة المهنية في مجال الصحافة، مدة تكوين من سنتين إلى ثلاث سنوات. دونك كنشكروا الصحفيين والإعلاميين اللي شرفونا، وهذا يعني شرف المعهد انه في النسخه 2024 كيقوم بتكريم واحد العدد ديال القامات في مجال الصحفي والاعلامي.